عليكم حبيباتي، جيسبر كو تكونوا ملاح. دونك اليوم جيتكم بان نوفال فيديو اللي راح نشوفوا فيها كيفيه رسم جلد النمر. وكما نعرفوا كامل باللي جلد النمر فيه انواع كثيره، اليوم راح نشوفوا فيها نوع واحد فقط. دونك جيسبر تعجبكم الفيديو، واذا عجبتكم ما تنساوش تدعموني بلايك ولا جيم وتابوني في لاشين وتكليكي ولا لا كلوش باش يلحقكم كامل جديد، وهذو كامل تلقاهم تحت هذا الفيديو. دونك واذا عجبتكم بارطاجيوها، اذا حبيتوا بيان سور مع فوزامي اللي يحبوا لو ديسان باش يستفادوا هما ثان. دونك لو مانكان تاع اليوم حطيتها لكم في الانستغرام، اللي ماشي متابعيني في الانستغرام يروح يتابعوني، نخليه لكم هنايا كالكي باغ. دونك حطيتها لكم في الانستغرام، وان شاء الله حندير لكم اون فيديو سبيسيال كيفاش رسمت لو مانكان وكيفاش لونتها. دونك على حسب طلب تاعكم. اي فوالا، دونك نبداو لا فيديو على بركه الله. الوان اللي نحتاجوها لرسم جلد النمر هي، اذا كانوا عندكم الوان فاتخ سي بيان نستعملوا الوان فاتخ، سينو معليش نستعملوا الوان خشبيه. دونك انا نوري لكم لي كولور. نستعملوا الاسود، نستعملوا رمادي، البني غامق وبني فاتح. دونك لو نوار، لو غري، لو مارون فونسي، لو مارون كلير. دونك هذه بالنسبه لالوان فاتخ. سينو اذا كان ما كانش عندكم الوان فاتخ، تقدروا تستعملوا الوان خشبيه كما قلت لكم لا ميم شوز. دونك تستعملوا الاسود، le marron foncé, le marron clair et le gris. Donc la même chose. On a besoin de la couleur. Nitji qui m'a hakda. Nitji hakda. Il a que tu vois. Donc on a besoin de la mixer bien les couleurs. C'est tout. Donc on va la vidéo à la barakatilla. دونك كيما تفهمنا نلونو بهاد لا كولور كامل اللبسه تاعنا اللي حابينها. درنا هذه، رسمنا بها ديجا من قبل الاولاني، ودوكا نعاودو من فوق باش يتبان لنا اكثر. Yeah.
سي بون، انا كملنا جلد النمر كما قلت لكم. استعملنا ثلاث اربع الوان، دونك هذا خلاص لي سي بور سا استعملت لو نوار نورمال كيف كيف كيما درنا برك نقاط. لو غري كيما درنا درت به برك الظل باش تبان اوريجينال. دونك راح نكمل خدمنا الجزء العلوي بجلد النمر وراح نكمل بالريش كما قلت لكم. دونك اللي ما عندوش ريش نورمال يقدر يستعمل اي حاجه كانت عنده، وتقدروا تكملوا كامل الروب تاعكم جلد النمر. راح نستعمل اربع ريشات وراح نلصقهم بلو بيستولي.
Fresh out East Atlanta with no mountains down. Fresh out East Atlanta, I bump up like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy, take it on me. Ayy, try to crave it on me, get the beating on me, on me. She waited on me, damn. Try to cake it on me, got the bacon on me. This is history and I'm making on me. Point blank, close range, that beat. If it costs a million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. Hey. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. Oh, no. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana. Fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé البنات et j'espère que تفادوا منها ان شاء الله. ولا معليا غير نقولكم تهلاو في رواحتكم، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. سلام.